طلع تعرف رفع الرايه البيضاء ومن ثم الانطلاق باذن الله تعالى. فتحت البوابات، انطلقت الجياد والافراس المستورده عمر 4 سنوات فاكثر. الخيل التي لم تربح والتي ربحت من سباق واحد الى 3 سباقات في شوطنا الثاني من علامه 2000 متر في هذا الشوط، وانعدام للرؤيه في هذا الشوط كما اشاهد الان. صوار يتقدم في المشاركه الاولى بالمركز الاول مع محاولات من حاكم الميدان. صوار يتقدم في المشاركه الاولى في هذا الشوط، والتقدم لمحاولة إثبات الوجود في المشاركة الأولى لصوار بن دكتور فنج لعبد العزيز معلا السهلي في التقدم. محاولات الآن بفرز الليل لماجد بن أحمد فستق في من الداخل لمحاولات أيضا اختطاف المركز الأول في هذه اللحظات. الجياد المتنافسة والأفراس المستوردة في هذا الشوط عمر 4 سنوات فأكثر تحاول التقدم، يأتي الآن لبفرز الليل لماجد بن أحمد فستق من روك أوف جيبلر التار بقيادة كاميلو سبينا في المقدمة مع انعدام للرؤية في هذه اللحظات. ولكن التقدم لبفرز اللي في هذه الأثناء التقدم بجيل من الخارج، وتسعى الآن يحاول حاكم الميدان من الخارج مع محاولات من بفرز اللي في هذه اللحظة للمحافظة على المركز الأول المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات. المحاولات كذلك للخروج من هذه الفئة وزيادة الانتصارات للجياد الأخرى. وشاهد ليسينا الآن تحاول أن تدخل وتخطف المركز الأول في المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، وانعدام للرؤية مع محاولات من بفرز اللي. وشاهد الآن ليسينا تتقدم بكل قوة. ليسينا بقيادة إدغار يانغويز تتقدم، ومحاولات من بجيل الآن من الخارج. يدخل بجيل بقيادة جايرو ريندون، بجيل ابن تراجيونالي يتقدم ويخطف المركز الأول في اللحظات الأخيرة. بجيل يحقق الانتصار الأول ويخرج من فئة الخير التي